احنا عندنا مشكله ولازم نتكلم فيها ونواجه نفسنا. دواء الغده مش موجود، بعض ادويه السكر مش موجوده. وانا رجل مش متخصص في ولكن على الاقل في الدواء، لكن على الاقل انه نقدر نتكلم زي ما احنا بنتكلم كده عشان نفتح ملف مهم قوي يخص كل المصريين. مفيش بيت ما بيحتاجش دواء. اللي بيحصل ده نتيجة مؤامرة على مصر في الدواء، علشان بدأنا ننطلق تحت في الدواء.